لكم طلبة الأعزاء، سوف نحاول أن نتعرف في هذه المحاضرة الفيديوية على كيفية الاطلاع على المحاضرات والأسايمنت والكويز الذي يرسل إلينا التدريسي. طبعا الطالب هذا هو المنظر بالنسبة للتدريسي، أما بالنسبة للطالب حيكون كالتالي. الطالب حتظهر له هاي الواجهة. من الممكن يكون التدريسي وضع إلى هوم بيج اللي تتمثلها هنا باسم المادة، اسم التدريسي، السيلباس، وممكن أنه مباشرة فقط السيلباس. على الجهة اليسار ها هنا راح نشوف سيلباس والماجوال، هذه فقط اللي حتظهر للطالب. على الجهة اليمنى التدو، وهو كل ما المفروض على الطالب أن يقوم به. فمثلا ها هنا بالنسبة لي كمادة الإحصاء الكثير من الواجبات تنتظر الطلاب في الأسبوع الأول عند الدخول إلى المنصة. أوكي، شلون راح نتعرف على هذه الواجبات وشلون أنا أحلها؟ هل أضغطها هنا لو أكو في الترتيب معين؟ طبعا هو يقدر الطالب يضغط هنا، بس الأفضل إله يذهب إلى الماجوال، لأن هو ما راح يقدر يشتغل هالهاية، لأن أنا قافلها إله إلا بطريقة معينة اللي هي نذهب إلى الماجوال. ها هنا راح تظهر هاي هسه الانترودكشن بشكل عام عن مادة الإحصاء، ومننا نبدي الأسبوع الأول والمحاضرات التي أعطيت. شلون أشوفها؟ مثل ما تشوفون كلها هيدن، مدى أقدر إنه أني أفوت لها، لأن يعني المفروض اللي صار إنه الطالب لازم يمشي بالتسلسل محاضرة محاضرة ستيب باي ستيب حتى يقدر يعني تنفتح اللي بعدها. يعني هسه هنا هاي مغلق، لازم بالبداية يفوت على هالانترودكشن الأولى. طبعا هذا الشيء يختلف من تدريسي إلى آخر، لكن بشكل عام هي هاي الشيء. فهسه من دخلنا على الانترودكشن مثل ما تشوفون هنا ظهرت لي هسه هذه هنا ترحيب إنه هاي مادة الإحصاء، الكورس مالتنا حيكون كذا، اسم التدريسي هو ماهر عزيز، وهنا تعريف عام بأهمية مادة الإحصاء. طبعا أني إذا هسه انتقلت مباشرة ضغطت على نيكست المحاضرة الأخرى حتكون مقفولة أمامي. خلينا نشوف شلون مقفولة أمامي، رغم أني اطلعت على المحاضرة الأولى، اطلعت على الفيديو التعريفي. شنو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي أرجع خطوة من جديد، المفروض أني هنا أقول له مارك أصدان إنه أني شفت هذا الفيديو، تابعت لهذا الفيديو، ومن ثم أضغط على نيكست. من ضغط على نيكست المحاضرة الأولى اللي هي Introduction، لأن إحنا بالنسبة لمادة الإحصاء الفصل الأول هو Introduction تعابير عن مادة الإحصاء، ومن ثم الفصل الثاني اللي هو الدخول إلى المادة. فهنا الطالب يصفح هذه المادة، ولما يكمل تصفحها وقرايتها نذهب إلى Next. لكن قبل Next أوكي نضغط على Next، نأتي ها هنا، هذا هو الفصل الثاني Frequency Distribution. طبعا حسب سرعة الانترنت وكذلك الضغط على المنصة والسيرفرات وإلى آخره حيكون سرعات فتح المحاضرات. ولما كملنا إذا ضغطت على Next اللي بعدها راح تكون مقفولة. ليش؟ لأن المفروض أني أضغط ها هنا Mark as done، ومن ثم أذهب إلى Next. هنا حيظهر لي السمري اللي أنا أعطي طلابي بالإضافة للمحاضرات الأصلية، مجموعة من السمري بمجموعة من التوتوريال وإلى آخره. أوكي، أيضا ننتظر قليلا حسب سرعة الإنترنت. أوكي، مشكلة اكو اشكاليات بالانترنت هواي، وكذلك مثل ما قلنا لحد الان هسه هاي بدينا المحاضرة السمري. ايضا ورا ما اكملها ايضا لازم اروح واقول له mark as done، ومن ثم اقول له next. هنا حتجي الشروحات الفيديوية نقدر نطلع عليها واحنا داخل المنصة، ما احتاج اني اخرج خارج المنصة. مثل ما تشوفون امامكم مباشرة فتحتها. اوكي، اقدر اغلق النانة، غلقناها. ايضا لازم اشر ايش مارك أصدان، انا خلصت هسه يوتيوب ليكتشر بارت 1، اضغط نيكست. هنا هو الجزء الثاني ايضا المفروض للضغط عليه،
بمشاهدة هذا الجزء. اوكي ورا ما اكمل ايضا راح اروح اقول له مارك اس دان، ومن ثم اقول له ايش؟ اقول له نيكست. هنا مجموعة من انتراكتيف ليكتشر اللي هي عبارة عن مجموعة من خلينا نقول المسائل الإثرائية رياضية على إحصائية تنمي ذكاء الطالب، ولا أشوف شلون حتجاوبوها. أيضا هاي أنا أريد مثلا حلولها. طبعا نرجع ونقول سرعة الإنترنت، واليوم ما أعرف أكو إشكالية بالإنترنت بحيث يعني تتأخر جدا فتح الصفحة. المهم المفروض من تحت تنفتح الصفحة، أيضا شرح نقول له مارك أستان ورا ما أكمله، ومن ثم أقول له إيش نيكست. أيضا عندي سؤال ثاني انتركتيف أيضا عن الإحصاء، المفروض أنه أنت تحله وتفهمه. أيضا هي شغلات فكرية بصراحة شلون لازم تحلها. بعدها بعد ما كملناها راح نجي على فشي اسمه الديسكشن. هذا الديسكشن هو عبارة عن سؤال آني طرحت عليكم واريد الجواب مالته، فالمفروض انت حتجي تجاوبني عنه، لان يعني عليه درجات عليه درجات. انا بالنسبه لي الديسكشن الاسايمنت الاتنس والكويزز هاي كلها عليها درجات، واكيد الفاينل اكزام هاي كلها راح نجي عليها درجات. بس يكون انه انا قافله طبعا. ايضا هنا هاي الديسكشن وغيرها طبعا محصورة حسب التدريس، حتكون مثلا بين اسبوع او يومين او ثلاث ايام المفروض انت تجاوبها. في حالة عدم اجابتك عنها وخلصت الفترة بعد حتنسد عليك. ولا ما خلصنا السد الديسكشن ضغطنا ويعني جاوبنا علينا، صراحة اني سقافلة للسؤال ما ادري هسه جاوب الطالب، وصلنا وين؟ للاسايمنت. شوف نفس الحالة انا هسه بالنسبة الي الاسايمنت مقفول ايضا فترة زمنية معينة. التدريسي من حيث فتحة الي راح اقدر اجاوبه. راح تشوفون اكو رابط جوجل فورم، شلون الروابط اللي ندزها لكم، سجلوا اسماءكم سجلوا الايميل، من تضغط الى راح يحولك جوجل فورم راح تصعد لي الحل واني استلمه، لان يعني ما راح نستلم الدايركت من خلال المنصه. انا بالنسبه لي راح استلمها من خلال جوجل فورم. وهكذا يعني هي بهاي الطريقة راح تكون المحاضرات وكيفية الإجابة وكيفية الاطلاع من خلال المعجوة. هسا لو نرجع على المعجوة شوفوا هنا شنو اللي صار. اللي صار انه الطالب هاي كلها صارت ايش؟ كلها تفعلت، لكون انه الطالب دخل شافها تفاعل معاها جاوبها. لكن وين وقفنا؟ وقفنا للديسكشن المناقشة والأسايمنت، لأن أني لحد الآن ما فاتحها واللي هي عليها درجات، لأن أني عندي الديسكشن عليه درجات مثل ما اتفقنا، والأسايمنت والأتنس والفاينل إكزام وكذلك الكويزز. طبعا هاي الطريقة تختلف من تدريسي إلى آخر، لكن كلها هي اسلوب واحد. البيجز اللي هي هاي مثل ما تشوفونها احنا هذا نسميها بيج، راح تجيكم بها المحاضرات او افلام اليوتيوب. الاسايمنت او الديسكشن ايضا نفس الحاله وحتكون اما درجات، يعني هو فقط اسلوب العرض راح يختلف من تدريسي الى اخر. اتمنى اكون وفقت بالايصال الفكره لكم، وان شاء الله يعني طريقة رفع الأسئلة يعني بالنسبة إلي هسه حشرحها لكم فيديو ثاني بعد قليل، وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. وشكرا